لو سمحت حضرتك، هو حضرتك تلاجة الميتين؟ تلاجة ايه يا جدعان؟ طب هو فين عم فكري؟ معرفش حد باسمي. فكري عن فكري عم فكري ساكن هنا؟ انتوا بتطبخوا العيانين ولا ايه يا حضرتك؟ سلام عليك، انا رحت لك الاسم قالوا لي ان انت نقلت على المستشفى هنا. ايه اللي حصل لك يا عم فكري؟ اصيل يا تتا، لو ايه راجل، لو كان عندي ابن ما كانش عمل معايا اللي انت عملته ده. تقولش كده يا عم فكري، اهدى بس كده، تقولش كده خالص. ايه ده، خاطر المتنفس الاصطناعي، خاطر في تنفس الوقت خلاص. ايه خالص، مثلا طلعت لي اميره في قناه النت وديت رقم تليفون. بص، بس هو ناقص رقم. ايه بقى الرقم ده؟ لان هو بادئ 01. ها زير اجيب لك قرفه بالمكسرات عم فكري. الله اكبر يا ناس، اشغل لك ايه؟ طيب عم فكري، النمرة كام؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ النمرة كام؟ والبتاع ده بيعمل ايه؟ تقرير رسمي ماضي عليه اكبر دكتور عصبية ونفسية، وبيقول ان الاستاذة اميرة غير مسؤولة عن تصرفاتها. يا ابن الايه يا شريف، برافو عليك، عرفت تجيب التقرير ده ازاي؟ بدفتر شيكات طبعا. دفتر الشيكات اللي هانم عايزاه يكون بدون رصيد. مين اللي قال كده؟ يا شريف انا عمري ما فكرت ولا هفكر اذيه. انك ما تقدريش. عارفه ليه؟ لان بالتقرير اللي معايا دوت من بكره الصبح هتشرفي مستشفى المجانين. يا مجنونه. حرام عليك يا شريف. هو في ولاد عم يعملوا بنت عمهم اللي انت بتعمله فيا ده؟ وفي بنت عم تخطط عشان تسلم ورث ابونا لخدامنا سلطان؟ قال ايه؟ عشان تراجع الحق لاصحابه. احنا اصحاب الحق ده؟ احنا بشوات وهنفضل طول عمرنا بشوات. انا بحذرك يا اميره، انت ما تحنيش صبر كتير. اخر مره بقولها لك، الورقه فين؟ بدل الوش الحلو ده اشوهه. يا ويلي من الدنيا يا عيني على الناس، يا ويلي من اللي شفته. هي الفرصه بتيجي مره واحده بس في الاسبوع، الفرصه بتيجي واحده بس في الاسبوع. ما قلت لك يا خالي، هي نظرية الاحتمالات يا عم. بلا حمالات بلا لبسة، هادي يا ناقصة عرف على الصبح. والله لازم نجربها يا راجل، بلا فسخ بقى خلاص. وبعد كده استحمل يا خالي، دول 2 مليون جنيه. تصدق معاك حق، 2 مليون جنيه برضك يعني الواحد لو حولهم يعملوا 67 دولار. هتفرق برضه حياة البني آدم. انت بس لو تفوق يا عم فكري، انما خلاص عم فكري معلق له الحاجات. مات شكله كده، مات تنيكي كلينيكي. هو مات ايه؟ بيسموه مات ايه؟ اسمها مات كلينيكيا. كلينيكيا؟ مات كلينيكيا. طب ممكن تديني تليفونك اجرب بس مره؟ حاضر. ايه ده يا خالد؟ يا عم امسك بقى انت يا محضر من نفسه. يلا بقى هات النمره معاك. نمره ايه؟ النمره اللي اديتها لك البيت. خلاص اهي. قول بقى. اكتب يا سيدي. قول. والله انت عارف يا هادي، لو الموضوع ده حصل قسما بالله انا ما اتنازل ان انا اجيب لك طقم سليبات جديد. يا رب يحصل بس ان شاء الله. ريكرا، جيبوا لك ريكرا يموت. اكتب يا سيدي 01 01 01 01 تاني. لا ده انا بقول لك 01 باكد عليك ان يكون حد بلغك حاجه غلط. لا يا خالي انا طلعت، انا كتبت 01. خلاص 01 ايوه. لا 01 ايه دي؟ هات يا خالي، هات.
افتح السيكر، افتح السيكر عشان خاطر نسمع. الو الو، انت فين يا سيدني؟ انا بتكلم بخصوص الورق. كل حاجه تمام بس عايزين الحلقه. يا سيدي عينيا حاضر، بس قول لي عنوانك فين. وستو بس، ستو بس، وتبيب سم وسكر والعتاب ستو. يا سلام، هدوء وراحة بال، ولا لون الزرع، لون الزرع الاصفر الجميل اللي يرد الروح. لا عدم سيارات بقى، ولا مظاهرات، ولا كلاكسات بتاعت ميكروباصات. حلاوي سلسلة فضلك لو سمحت ما تقولش عليه حمار. خلاص خلاص ولا بتخلص راجل انت؟ ما حدش مالي عليك ولا ايه؟ ايوه حمار، ما انت فاكر نفسك راجل ايه؟ همر ايه ده؟ انا زفت الواد ده فين قبل كده؟ دي الفنانة بوسي. بوسي؟ اه بوسي. اول ما اصحى ده هي بوسي. يا خبر اسود، ده انا معجب بيكي خالص. وحاطط ايده، يا عارف حاطط ايده فين؟ مش عارف. حاطط ايده، قولي بس، مش عارف. لو الجمهور اصلا عايز يعرف اللغز ده، حاطط ايده فين؟ ده تحكي لنا في المحكي. والنبي صوره، والنبي صوره صوره. وحتى صوره ايه يا عم؟ عدينا عندنا شغل، حرام عليك. انا في ملك مثل المفروض تبقى فنانه متواضعه متواضعه. صوره قولي لذيذ عشان خاطر تبان الضحك. لذيذ ايه بس؟ قول كده، قول لذيذ. هو لذيذ. ايوه. ايه يا حبيبي يا جدعان؟ ايه؟ الله، في ايه؟ بقولك ايه؟ بس معجب والمصحف؟ معجب؟ اه معجب، انا حضرتك من زفتك. شفتي؟ ما حضرتكيش من زفتك، خلاص. بقولك ايه؟ يلا نطلع ودوس حماره ده. جايباني لباني يسوق السيارة؟ أعوذ بالله. يا خسارة يا فن، خلاص. خلاص الفن باظ. يا عم ارحم شبابي بقى، أنا خلاص. أنت واخدني من صباحية الصبح لحد بالليل. وما بتنطقش حرف، اسالك ما بتتكلمش. انت موجود ولا مش موجود؟ ولا انا بحلم؟ الله، بتكلم وانت ما بتردش. انا مش عارف انت موجود ولا مش موجود. شايفني بقى مش شايفني؟ ده بلاغ ببلغهولك. انصرف انصرف، روح لحالك بقى بجد. سنانك دي خلتني يا راجل. وسك يا بربوت الغفير ده. مساء الخير يا ساتره. سنو، ما تعرفيش بيت الحاج هلال فين؟ تاني بيت على ايدك اليمين، اليمة دي يمة الفرح. يمة الفرح؟ ايوه. طب وانتي ليه يا حبيبتي بتلعبيش معاهم السغماية؟ انا مش عاوز العب. ليه؟ ماني هتجوز. يا حبيبتي ما انت لازم تتجوزي. ما اي بنوته تغنطوطه مسيره تكبر وتبقى كبيره عروسه طويله قبل كده وتتجوز وتخلف صبيان وتبات ونبات وكده. بس انت لسه غنططه. انت اسمك ايه؟ اني عزه. انت من مصر مش كده؟ عرفت ازاي؟ يا ما شاء الله ما شاء الله، سطوره خالص انت يا عبده. قلت لي البيت فين بتاع ملال؟ ايه ما قلنا، تاني بيت على ايدك اليمين يمة الفرح. الله، مساء الخير. مساء النور. من ده بيت الحاج هلال؟ هو ده بيت الحاج هلال. طب لو كنت عاوزه في الصفار. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. حاج هلال. ايوه. يا الف اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا. يا 7 مليون مرحبا. 7 مليون مرحبا؟ يبقى انت خلاص بقى، انت اللي عليك العين والنني. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انت نورت. الشربات يا اولاد، الشربات. اتفضل اقعد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج هلال. بقى هلا هلا على الجد. ايوه. والجد هلا هلا عليه. مظبوط. خلاص خلاص بقى، الامانه اللي شايلها للحج اديلها سنه، واني الاوان انه ياخدها. ونعم كلام. تاني هام ان فضلت محافظ عليها، ومن حقي ان اخد التمن اللي يريحني. واديك شايف العيشه واللي احنا عايشينها. وانا عند كلامك يا عم هلال، انت تؤمر. تعالى بقى عاجل والدين حقي وخد حقك. يا سلام على الامانه والنزاهه والظرف. فعلا صدق اللي قال الفلاح صديق الانسان.
انما انتوا عندكم فرح هنا يا عم هلال؟ ايوه، ما هو الفرح ده معمول علشانك. يا خبر، عزاني؟ ده انا لازم اعمل معاك الفرح بقى. تهدي من تسعد انا جن مفور، اضرب واكسر يا عم نصر، اضرب واكسر يا عم نصر، في النار ببيت والقلب بيت، ضربه بيت والقلب بيت، ما هو ده النوع اللي انا عليه بدور. لا 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 الله، لا 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 كده اهو، لا 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 كده اهو، لا 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 لمت يا فول مدمر، انا نفسي اغمت جعان حمود، سكلك يا هارتي فاعمررتي، والنعمه ده انت تفاح وموت. السلك لمس يا فول مدمر، انا نفسي اغمت جعان حمود، سكلك يا هارتي فاعمررتي، والنعمه ده انت قفص لمون. وابوكي واخوانك بالنفر، والمرسل السياحي وكمان فيخ الغفر، لعبلك حفر تجول وصلي كلمة حول، اعملك حفر تجاول وصلي كلمة حاول، واقول لي اسكت نظامك واضربك بالعالم. اوعي ياما خفت الحقني دخت، لا ياما خفت الحقني دخت، ودايبة طحت محتاجة اشوف خدي غرام وحب، ارزل محتاجة اشوف غرام وحب وكارت شاح، لا خش في قلبي خش وحنلعب تحت الدوز. تهدي ما انت سعد انا جن مفور، اضرب واكسر يا عم اصر، اضرب واكسر يا عم اصر، في النار ببيت والقلب ميت، ضربة بيت والقلب ميت، ما هو ده النوع اللي انا علي بدور. يا البيضة خالص، في ايه يعني كله متنطط وعمال يرقص ويهيص وانت خلاص عايد وزك خالص؟ انت ايه مدي وزك اجازه النهارده؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انت زيك زي ايه ومتاجر اعراض؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا استنى بقى، يعني ايه تاجر اعراض دي؟ لما واحد يتوسط في بيع بنت عندها 13 سنه
لعجوز عنده 80 سنة ما هتعيش معاها قد ايه؟ 6 اشهر سنة بكتيره، وبعدها يرميها بعيلها ويدور يشتري غيرها. عايزنا نسميك ايه؟ يشتغل اعراض برضه ولا مصلح اجتماعي؟ ألف مبروك يا سهلان. الله يبارك فيك. ها التوكيلات جاهزة؟ التوكيلات جاهزة طبعا، كله قبض وكله قبض. ما هي دي الأمانة اللي زمانها معتبر يا حاج هلال. فهمت أنا خلاص كده إيه.